بين ليلة وضحاها تبدد حلم الكثير من الشباب اللبناني بتملك منزل خاص. هكذا ومن دون سابق إنذار توقفت القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان المركزي، والتي كانت طاقة الفرج الأخيرة لشباب مثقل بأعباء الحياة وهمومها. فلأزمة القروض بعد إنساني قبل أن يكون اقتصاديا، بعد يمس بالأمن الاجتماعي اللبناني. يا ما بقى يتجوز، يا أكيد بده يسافر. يعني إذا واحد معه مصاري ليستثمر هون، عم بقول له روح عمر بقبرص وروح حط بقبرص. بده يشتري بيت، بده يروح يشتري عفش، بده يشتري أدوات كهربائية. عم توقف 500 مصلحة مقابل مصلحة واحدة. أحمد معصراني هو واحد من الشباب اللبناني الذي بنى في مخيلته بيت الأحلام مع رفيقة دربه، إلا أن الحلم تبخر قبل أن يصبح حقيقة. حوالي السنة طلعت بدي أخطب البنت اللي أنا بحبها، اللي صار لي كان فترة صغيرة أنا وياها، وطلعت بدي أطلبها. هلا أول طلب كان من بيا إنه يكون البيت موجود. توقف الإسكان، توقفت الخطبة، تضلت هالأزمة أكيد. اللي دفعته أنا حيروح علي، عمولة السمسار كمان حتروح علي، إن شاء الله البنت كمان تروح علينا. توقف القروض السكنية تبعه تعثر في القطاع العقاري، ورش توقفت لحين حل الأزمة، وأخرى تعمل بوتيرة بطيئة. إعلان من هنا وآخر من هناك عن لمن مار يشتري أو حتى أن يستأجر شقة. بالعمار دائما عم تسأل، تجي تتفرج. بهالأيام خف الوتيرة، إذا ضل الوضع هيك أكيد العالم كلها حتعاني من أزمة كبيرة، خصوصا تجار البناء، لأنه نحن عم نستثمر ناطرين يجينا مردود، هيدي بتأثر كتير. رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني المحامي شربل شواح أشار إلى أن الإسراع في تشكيل الحكومة هو المدخل الوحيد لحل هذه الأزمة، ويرى أن الحل يكمن في إنشاء وزارة إسكان في الحكومة الجديدة. جربنا نقدم اقتراح قانون عبر النواب لحل هذه الأزمة، لأنه هو المدخل الوحيد. لو نعرف اليوم بالتشريع مطلوب يكون في عنا قانون تنقدر نصرف، بس كله بانتظار تشكيل الحكومة وبإنشاء وزارة إسكان تكون هي عم تتدخل سريعا لحل كل هذه الأزمات. نحن كمان عم نحضر دراسة لناحية، عم تواصل مع كذا شركة أشيرانس باتجاه نحضر دراسة تنقدمها للدولة كمان، بشكل أنه يكون في إلزام لكل المطورين العقاريين بأشيرانس تكون عم تنعطى لكل بنية بده يتم تشييدها. إذا كفى بيكون تمام وخلصت بيستلموا بالشكل الطبيعي الشاريين، إذا لا تكون الأشيرانس هي اللي عم تسكر هذه المبالغ، ترجع هي تفوت محل الشباب تتكفي الدعاوى وتاخد حقوقها. ومع الاستمرار بالبحث عن حلول لأزمة القروض السكنية تزداد الشكاوى في هذا القطاع. سايفكو وبدوي جروب شركتان عقاريتان تعاني وما زالت في السوق العقاري. خلافات داخلية أدت إلى تخلف سايفكو عن تنفيذ المشاريع، أما فيما خص بدوي جروب فالشركة تعاني من مشكلة سيولة، إلا أن النتيجة واحدة: تعثر في المشاريع العقارية، شقق لم تسلم إلى أصحابها، ومواطنون يدفعون نصف رواتبهم لتسديد ثمن شقة لا تزال على الخريطة. الحل ما في إلا مع الدولة، الحل عند الدولة. مثل هي الدعوة للشباب ليتركوا هالبلد، يعني لازم الدولة بكافة المؤسسات تبعه لتنظر لهالوضع. هذا وضع اجتماعي، وضع إنسان، وضع اقتصادي هين. سباق يعيشه لبنان بشبابه بين اقتراحات القوانين المقدمة في المجلس النيابي والواقع العملاني التي تشتد وطأته مع مرور الأيام والأسابيع. فهل تجد تلك الاقتراحات طريق الخلاص لإنهاء الأزمة؟ أنا بنتي خلصت على لحظة. شو بينكبوا على الطريق أو بيضلهم بالأجار كل عمرهم وهن قاعدين بقصور؟